ايه سلامات، نحن تامبا وومن ستارز، وهذا الفصل السادس للدي ام في بوك تبع الكتاب تبع فحص السواقة النظري لولاية فلوريدا. مشاركة الطريق اليوم بهذا الفصل حيناقشوا موضوع كل مين على الطريق، هل هن مشاة، راكبي دراجات هوائية، راكبين دراجات نارية، سيارات، شاحنات، كل مين عم يتشارك بالطريق. اليوم حيشرحوا بالضبط القوانين لكل فئة بفئتها. أول شيء حنبلش بقوانين المشاة. أول شيء المشاة لازم يمشوا على الرصيف. طبعا في بعض الشوارع ما عليها رصيف، فبتمشي على حافة الطريق، على كتف الطريق من الجانب الأيسر، يعني بشكل إنك أنت تشوفي بعكس حركة المرور، بعكس حركة السيارات. تمشي بشكل إنك تشوفي السيارات وهي جاي بالطرف المقابل، بالطرف اللي بتواجهي السيارة. طبعا عبور الطريق بدك تعبري الطريق بالممرات الخاصة للمشاة. هلأ المشاركة في سيارات وفي مشاة. طبعا السائق لازم يعمل جهده انه ما يضرب لا سيارة، ما يضرب عفوا المشاة، يصطدم فيهم. واللي بيركبوا واللي متزلجين على المزلاج كمان يعتبروا من المشاة، واللي بيركبوا على البايسيكلز كمان يعتبروا من المشاة. هلا القوانين تبع نظام السيارات: يجب أن تتوقف وتبقى متوقفا للمشاة الذين يعبرون الشارع أو الممر في أي معبر معلم للمشاة أو طريق أو تقاطع طرق. لما بتلاقوا كلمة يجب معناتها هذا القانون، عشان هيك بنقال يجب. لازم دائما السيارة توقف. طبعا لما بدك تفوتي على ممر فرعي كمان لازم تعطي الحق للمشاة. إذا وقفتي على ضوء أحمر ما لازم تطلع السيارة، مثل ما حكينا عن الخط تبع ممر المشاة. قانون فلوريدا كمان، لما تلاقوا قانون فلوريدا كمان لازم هاي الشغلات تركزوا عليها، لأنه احتمال كبير تجي بالفحص كل شيء مكتوب عليه قانون يجب، هاي معناتها ممكن تجيكم بالفحص. القانون بيقول إذا في سيارة اللي قدامك واقفة على ممر مشاة ما لازم تتجاوزيها، حتى لو مالك شايفة مشاة لازم تظني إنه معناتها هاي السيارة وقفت لأنه في مشاة بمعبر المشاة. هاي شغلة. بعدين توقف دائما قبل أن تنعطف إلى اليمين، لأنه مثل ما حكينا من قبل إنه اليمين دائما مفتوح، ففيك تمشي على اليمين إلا إذا حاطين no right turn or red، وقتها ما فيكي، بس فيكي دائما تاخدي اليمين. بس بدك تنتبهي إنه في مشاة ممكن يقطعوا هالطريق هاد. قم بالتوقف الكامل وانتظر وتخلى عن حقك في الطريق وتوخى الحذر الشديد. هاي حغمقة لأنه هاي كتير مهمة وحتما بدها تجيكم بالفحص. إذا لقيتي أحد المشاة المكفوفين، كيف تعرفي إنه شخص ما بيقدر يشوف؟ عادة خليني روح على الصورة بشكل كامل. هذا الشخص ما بيشوف، حامل عصا بيضة، هاي العصا البيضة وطرفها أحمر. هلا بهالصورة هاي هون أحمر، احتمال تكون شوي أعلى كمان الأحمر. المهم عصا بيضة، عكاز بيضة مع طرف أحمر، أو ما له حامل هالعكاز، ماسك كلب والكلب هو اللي عم يرشده. طبعا بيفرق عن الكلب تبع الحيوانات الأليفة للناس اللي مربية كلاب، هذا كلب مدرب ومخصص إنه يقود الناس اللي ما بتشوف المكفوفين، يقودوهم بالطريق. فبيكونوا هدول الكلاب مدربين، وإجمالا بيكونوا
محطوط عليهم، بحطوا كمان في إشارة أحيانا على إنه هذا الكلب مخصص لإرشاد المعوقين. فإذا لقيتي شخص حتى لو كان الطريق ضوء أحمر ضوء أخضر اللي هو، لقيتي شخص مكفوف أعمى يعني ما بشوف، حامل عكاز أبيض وطرفه أحمر، أو ماسك كلب، الكلب هذا ليقوده ليرشده، حيوان مخصص. لا هون بالصورة كلب، ممكن يكون في حيوانات تانية ما بعرف شو هي، بس هيك عم يقولوا إنه في حيوان مخصص للخدمة. هذا بدك تتوقفي له توقف كامل، تنتظري، تتخلي عن حقك في الطريق، وبتتوخي الحذر الشديد عند الاقتراب منه. هلأ في أشخاص اللي هن عندهم إعاقة جسدية، ماسكين عكاز، ماسكين الووكر، قاعدين على كرسي متحرك، معهم كلب ليخدمهم ليرشدهم، مو الكلب الأليف. هذا كمان نفس الشيء، بدك تتوقفي توقف كامل، بتنتظري، تتخلي عن حقك في الطريق، وبتنتبهي 100%. ونفس الشيء الأطفال، أو شخص مبين عليه إنه مضطرب مشوش ما له عارفان وين يروح ويجي. أوكي، هدول كتير مهمين كنت توقفوا عندهم وتحفظوهم. هلأ الرايت اوف واي، الحق في الطريق، لأنه هاي كتير من هلأ ورايح بدنا نستخدمها كتير هالجملة هاي. الحق في الطريق هي قوانين وتركتها بالإنجليزي right of way، هو قوانين بتقول مين يمشي أول ومين ينتظر. هلأ القانون ينص مين بده يتخلى عن حقه في الطريق. أوكي، هاي مهمة، مين يتخلى عن حقه في الطريق، هيك القانون، مو بيقول مين معه الحق في الطريق، هيك ينص القانون. هو التخلي عن حقك في الطريق، يعني انت بسيارة وقدامك شخص أعمى حامل عصاية بيضة وبطرفها أحمر، يجب أن تتخلي عن حقك في الطريق له، هيك القانون، هيك ينص القانون، هو تتخلي. دائما بيقولوا مين اللي بده يتخلى عن حقه في الطريق، هيك القانون بنص، ما بيقول الشخص الأعمى له الحق، لا، بيقولوا الشخص اللي سائق السيارة يجب أن يتخلى عن حقه في الطريق، هيك القوانين، القوانين الطرقات. يجب على كل سائق وراكب دراجة نارية وراكب دراجة وراكب الدراجات الهوائية والمشاة أن يفعلوا كل ما هو ممكن لتجنب وقوع حادث أو تصادم. هلا بنجي للقواعد، القوانين المشاة. إذا في رصيف ما لازم تمشي على الطريق، لازم تمشي على الرصيف. إذا مثل ما حكينا من قبل، إذا في ما في رصيف بتمشي على طول الطريق وعلى الكتف اليساري بحيث إنه تواجه حركة المرور. تعبر الطرقات بالممرات المشاة، يجب أن تعطي حق الطريق دائما. هلأ بالقانون، وقتنا نحكي على القانون، يجب أن تعطي حق الطريق إلى المركبات إذا كنت تعبر الطريق في أي نقطة أخرى غير ممر المشاة. يعني إجى على بالك تقطع الشارع بنص الشارع مو بممر المشاة، معناتها يجب أن تتخلي عن حقك في الطريق. كمان نفس الشيء، إذا عم تمرقي بممر مشاة ومكتوب ضوء أحمر للمشاة، أو مكتوب don't walk، معناتها يجب أن تعطي حق الطريق إلى المركبات. النصائح لسلامة المشاة، ما تقطع الشارع بين السيارات الواقفة، ودائما عندهم هاي الحركة يسار يمين يسار عشان تشوفي الطريق، الطريق ما بكفي يسار يمين، دائما هي هاي الحركة. ومنعلم أولادنا إنه لما الواحد بده يقطع الشارع لازم يطلع يسار يمين ويرد يرجع يطلع يسار،
قبل ما يقطع الشارع. وإذا واحد مثلا بيشتغل بالليل وكل يوم بيمشي بالليل لشغله، يرتدي ألوان زاهية أو ألوان بتعكس الضوء. وطبعا هاي كلها نصائح، ما تعدي تكتبي تلتهي بالتليفون وتكتبي رسائل نصية، وما تحطي سماعات تسمعي الموسيقى وما تعرفي شو عم يصير حواليكي. هاي نصائح. هلأ خلصنا المشاة، هلأ الدراجات الهوائية. في فلوريدا يتم تعريف الدراجة الهوائية قانونيا كسيارة. أوكي؟ هاي مهمة. الدراجة الهوائية اللي راكب بسكليتي قانونيا تعتبر كعربي، لها كل الامتيازات والحقوق والمسؤوليات على الطرق العامة باستثناء الطرق السريعة، مثل ما حكينا الدرس الماضي بالإكسبريس واي ممنوع يفوت المشاة أو الدراجات الهوائية، بس لهم حقوق مثل حقوقهم للسيارات. هلأ البسكليتات عم يقولوا يمكن الخروج من حارة الدراجات إلى حارة الطريق من أجل سلامتهم الخاصة بسبب الطرق الضيقة، يعني طريق ضيق ومحطوط الشغلة حدا صافف بسيارته بحارة البسكليتات، فممكن إنه يخرج عن الحارة تبع المخصصة للدراجات ويمشي بالحارة تبع السيارات. وحتى شو عم يقولوا كمان، انه ممكن يستخدم الحارة بكاملها، يعني اذا انت كنت عم تسوقي قفا بسكليتي سايق البسكليتي على حارة، ما بيحق لك الدوبلي، ما بيحق لك تمشي انت وياه بنفس الحارة، بيقدر ياخد الحارة كلها، خصوصا اذا بده مثلا واحد راكب بسكليته وبده يلف على اليسار، فبده يطلع ويروح على الحارة اليسارية. لما يروح على الحارة اليسارية صارت الحارة كلها له، ما فيك تتشاركي انت وياه. اذا الحارة ضيقة ما فيك تتشاركي انت وياه. اذا ماشي ببطء بدك تمشي ببطء قفا. اوكي؟ على عكس سائقي السيارات وراكبي الدراجات الهوائية ممكن أن يقودوا أيضا على الأرصفة، ممكن أنه يقودوا، ممكن أنه اللي راكب بسكليته يمشي يركب بسكليته على الرصيف، بس بده يعطي حق الطريق للمشاة على الأرصفة وفي الممرات. هلأ القواعد لسائقي السيارات، قانون فلوريدا، بس لتلاقوا قانون فلوريدا بدكم تحفظوا. يتطلب أن تعطي راكب الدراجات مسافة تفصلهم عنك لا تقل عن 3 أقدام. أوكي؟ هذا الرقم بدكم تحفظوا. 3 أقدام يعني 3 feet. 3 feet بدك تبتعدي عن الدراجة على الأقل 3 feet. عليك الحذر وقم القيادة بسرعة بطيئة عند القيادة جنبا إلى جنب معهم أو تمريرهم، طبعا 3 feet يعني على الجنب. إذا الطريق مكون من حارتين فيك تتجاوزي الدراجة الهوائية مثل لما بتتجاوزي سيارة بطيئة الحركة. وقت التقاطعات دائما دائما بدك تنتبهي إنه ما يكون في راكبي الدراجات، راكب الدراجة ماشي لقدام وانت بدك تلفي على اليمين، انتبهي له حق الطريق، وقفي انتظري راكب الدراجة ليمرق بعدين فيكي تكملي. ما تقربي كتير على راكب البسكليتي بالليل، ما تستخدمي الضوء العالي بوشه وينعمه يعني اللي عم يركب. ودائما قبل ما تفتحي باب السيارة انتبهي انه ما يكون في جاي بسكليتي وممكن تخبطك او تخبط السيارة. ودائما ما تزمري ببوق السيارة مشان ما ترعبيه لسائق الدراجة الهوائية، اذا رعبتيه ممكن يوقع ويصير له شيء. اوكي؟ هلا القوانين لراكبي الدراجات الهوائية، يجب ان تطيع جميع ضوابط المرور والاشارات مثل ما حكينا من قبل. كل مين على الطريق عم يستخدم الطريق بده يطيع
ضوابط المرور والإشارات. إذا كنت لا تقود بسرعة حركة المرور الأخرى، لازم تستخدم حارة الدراجة. في بعض الشوارع ما عندهم حارة دراجة، بس إذا موجودة حارة الدراجة لازم يستخدم حارة الدراجة. إذا بده اللي عم يركب بسكليتة بده ينعطف يسار ممكن، أو مثلا في شي سادد حارة الدراجة ممكن ياخذ الحارة كاملة. أوكي، هي حغمقة بسمح له ياخذ الحارة كاملة وبتمشي قفا بهدوء. دائما يمكنك الركوب على الجانب الأيسر، هي إذا حال في شارع في اتجاه واحد مع حارتين أو أكثر. لازم يستخدم الإشارات اليد مثل ما حكينا في إشارات اليد اللي بالفصل السابق. نفس الشيء صح، الدراجات الهوائية لازم يستخدموا الإشارات اليد. طبعا لا تتعلق أبدا أو تعلق دراجتك، هاي للأسف بنشوفها كتير ببلادنا، بنلاقي واحد راكب بسكليتي ومتعلق بالباص أو بسيارة. كان هالراكب البسكليتي على الرصيف أو ممر المشاة، لديك جميع الحقوق والواجبات كمشاة، ومع ذلك يجب أن تعطي حق الطريق للمشاة. يعني دائما عندك المشاة أولا، بعدين الدراجات الهوائية، بعدين الدراجات النارية، بعدين السيارات. ويجب أن تعطي إشارة مسموعة قبل تجاوز المشاة، بين غروب الشمس وشروقها، يعني بالليل لازم يكون عنده ضوء يقدر يشوف لمسافة 500 قدم، ولازم يكون في عاكس أحمر وضوء أحمر من 600 قدم من الخلف. لازم يكون في فرامل بالبسكليتي تقدر توقف مسافة 25 قدم إذا كانت السرعة 10 ميل. يطلب من جميع راكبي الدراجات والركاب الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ارتداء خوذات. يجب يطلب، وهذا القانون هو قانون فيدرالي، يعني يطبق بكل أمريكا، ما تبقي قانون ولاية فلوريدا، هذا قانون فيدرالي. كل الركاب اللي بيركبوا بسكليتات أعمارهم أقل من 16 سنة لازم يكونوا حاطين الخوذة على راسهم. هلا بقى كتير احيانا بنشوفها، مثلا اب او ام مركب اولاده افاهم، اذا مركبين اولادهم دون سن الرابعة او وزنه اقل من 40 باوند، لازم يحطوا له مثل مقعد خاص على البسكليتي، او مثلا مقطورة يجروه. ما بصير مثل ما حكينا بالسيارة تتركي طفل وتحطي البسكليت على جنب وتفوتي تعملي لك شي شغلة بمحل والطفل برا، ممنوع. إذا أحيانا بيطلعوا جروب مع بعضهم بيركبوا على البسكليت، مسموح إنه اتنين يركبوا قدام بعض، يمشوا قدام بعض إذا طبعا الطريق بيسمح. إذا الطريق ما بيسمح يبقى لازم يمشوا، بتلاقي موكب هيك بسكليتات واحد قفا الثاني ماشي، ونفس الشيء ما فيكي تسوقي وانتي تحت تأثير الكحول والمخدرات. هلأ النصائح، القانون 16 سنة وأقل، بس عم ينصحوكي كل مين عم يركب بسكليتي يرتدي الخوذة، امسكي المقود بالايدتين على الطريق، تأكد من المرور خلفك قبل تغيير الممرات او التحرك بشكل ملحوظ داخل الممر، ارتدي ازياء الوان زاهيه او شيء عاكس، ما تكتبي طبعا رسائل مصير مثل السيارات. هلا هننتقل للفئه الثانيه اللي هي الدراجات الناريه، يعني الموتوسيكل.
سائقي الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك لهم نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها سائقو السيارات، وممكن يتخالفوا إذا عملوا مخالفة سير. هلأ القوانين، أول شيء لازم يكون العمر 16 سنة، 16 أو أكثر لحتى يقدر يسوق موتوسيكل، يسوق دراجة نارية. إذا العمر أقل من 18 سنة، يعني بين 18 و16، لازم يكون معه رخصة متعلم، اللي هي إن شاء الله حتاخدوها لما تنجحوا بالفحص النظري، ولازم ياخد دورة للسلامة كيف بيسوق الدراجة النارية. إذا الواحد معه رخصة قيادة فئة E، اللي هي الفئة تبعنا نحن العادية، هاي ما في داعي ياخد دورة السلامة. يجب على سائقي الدراجات النارية ارتداء خوذة ما لم يكونوا فوق سن 21 عاما. اوكي، هاي حغمقها، يعني اللي عمره قلنا مسموح عمر 16 سنة يبلش يسوق موتوسيكل، بين 16 وال21 معناتها لازم يحط الخوذة، ويجب أن يكون لديهم تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 10,000 دولار. كمان هذا مهم كاستحقاقات طبية للإصابات. دائما لما بتشوفوا كلمة يجب بتكون توقفوا عليها وتنتبهوا، معناتها لازم يرتدي خوذة سن 21 وأقل، لازم يرتدي خوذة، ولازم يكون عندهم تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 10,000 دولار. هنشرح التأمين بشكل مفصل بدرس آخر. هلا الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك لازم تتسجل سنويا وإلى لوحة ترخيص، بالضبط مثل السيارة. لازم ما بصير تسوقيها على مسارات الدراجات ومسارات المشاة، مثل السيارة بالضبط. ممنوع تمشي على الرصيف، وممنوع انه يمشي على منطقة الدراجات الهوائية. مو مطلوب منهم البي اي بي، هل هي Personal Injury Protection، كمان حنشرحها بدرس التأمين. هلا النصائح، فعلا هي النصائح مهمة، لأنه دائما إلا ما يطلع لك ميتور بوشك أو قدامك وبتتلبكي. أنا بتلبك لما بشوف دراجة نارية حوالي، لأنه حركاتهم بتكون سريعة، حركاتهم فجائية، يعني مشان هيك الواحد بده يبعد كتير عنهم. يجب أن لا تحاول أبدا أن تتشارك الحارة مع دراجة نارية. يحق لراكب الدراجة النارية أن يقود على الحارة كاملة، يحق. معه موتوسيكل له حقه بالطريق مثله مثل السيارة. انتبه للدراجات النارية وانظر بانتباه قبل أن تدخل في تقاطع الطرقات أو تغير الممرات. من الصعب قياس سرعة الدراجة النارية، فعلا ما فيك تقدري قديش سرعته، وممكن ما تعرفي بالضبط قديش السرعة تبعه. ما تقربي كتير عليه وتتبعيه عن كثب، وتذكر أن الدراجات النارية لها القدرة على التوقف بسرعة أكبر من المركبات الأخرى. راكبي الدراجات النارية غالبا ما يقللون السرعة عند طريق التحول الأخفض، يعني وقت بدهم ممكن اللي عم يسوق الدراجة النارية ممكن يخفف السرعة بدون ما يضرب ضوء الفرام، يعني ما بتشوفي ضوء الفرام، ما بتشوفي غير شيء يوقف قدامك. ما تتجاوزي الدراجة النارية بمساحة قليلة، لأنه فعلا
انت بقى لما بتسوقي بصير في تيار هوائي، ممكن هالتيار الهواء يضر بالراكب على الدراجة النارية. ونفس الشيء مسافة ال4 ثواني بينك وبين مثل السيارة، وبتكبريها طبعا لما بكون الظروف غير طبيعية أو غير ملائمة، الرؤية ضعيفة. الحافلات المدرسية كتير مهمة، كتير مهمة تعرفوها، وكتير مهمة كمان إذا تجيكم بالفحص. ضد القانون أن يتجاوز أي سائق حافلة مدرسية عندما تظهر الحافلة المدرسية إشارة التوقف في شارع أو طريق سريع في اتجاهين. يجب على جميع السائقين الذين يتحركون في أي من الاتجاهين التوقف لحافلة مدرسية متوقفة. يجب أن تبقى متوقف حتى يتم سحب إشارة التوقف ويكون الطريق خالي من جميع الأطفال. هأنزل للصورة حتى نشرح. هذا الطريق حارتين، طريق روحة وطريق رجعة. باص مدرسي وقف، طلع العلامة تبعه، إشارة ستوب تبعه هون، بتكون المفروض كل السيارات توقف. السيارة اللي قفى الباص بدها توقف، والسيارة اللي جاية من الطرف الثاني بدهم يوقفوا. بينتظروا لحتى الباص يقيم الإشارة وما يكون أي طفل موجود بالشارع. نفس الشيء إذا كان عندي شارع له عدة حارات، هاي المنطقة معبدة يعني فيها السيارات تفوت. إذا الطريق كله زفت كله معبد، معناتها كل السيارات بدها توقف من الطرفين. السيارات اللي قفا بدها توقف، والسيارات اللي من الاتجاه الثاني بدها توقف. دائما دائما السيارات اللي قفا الباص بدهم يوقفوا. هلا بنيجي للحالة اللي هي الحالة الوحيدة فقط ممكن انه السيارات ما توقف، هي هاي الحالة الوحيدة فقط، اللي هي عندي طريق سريع، مقسم الطريق السريع، مقسم بمنطقة غير معبدة يعني مثل حشيش او حاطين مثلا براميل او حاطين حاجز، يعني انه السيارة اللي هون ما فيها تعبر هذا الطريق. وهي المنطقة عرضها لا يقل عن 5 فيت، يعني إذا عرضها 3 فيت بدك توقفي. هاي المنطقة بدها تكون غير معبدة ومحطوط حواجز وعرضها لا يقل عن 5 فيت. بهالحالة الوحيدة ممكن السيارات بالاتجاه المعاكس ما يوقفوا، بس بدهم يمشوا بحذر، بتخافي شي ولد يقطع الشارع ويجي لهالمنطقة هاي. اوكي، بدك تمشي بحذر ما بتوقفي. وللأسف أحيانا يعني كمان الجهل بالقانون ممكن يعرضك لحوادث، لأنه في ناس بتقوم بتوقف هون وانتي ما بيخطر ببالك انه هذا الزلمة حيوقف، لأن الطريق بيقول لك ما توقفي. طبعا عرض الشارع لازم يكون لا يقل عرض هالمنطقة هاي اللي بالوسط لا تقل عن 5 قدم، ولازم تكون غير معبدة. يعني إذا هاي المنطقة معبدة ومحطوط عليها خطوط معناتها بدهم يوقفوا. منطقة بالوسط تفصل بين الاتجاهين غير معبدة، عرضها لا يقل عن 5 قدم، أو محطوط حواجز ومحطوط براميل أو محطوط شيء، وقتها هدول هاي الحالة الاستثنائية الوحيدة. ودائما دائما السيارات اللي قفل باص بدهم يوقفوا شو ما كان نوع الطريق. أوكي، هذا السؤال كتير مهم، وهي الشغلة كتير مهمة، وإلا ما تجي سؤال بالفحص. نجي بقى المعابر، مثل ما حكينا فيها، حكينا كتير عن المعابر تبع انك انت مقربة على منطقة مدرسية، قربتي على منطقة مدرسية، وهي المنطقة المدرسية وقت خروج الطلاب
أو دخول الطلاب على المدرسة. دائما أكيد الكل صار يشوف في حراس، هدول الحراس بفوتوا أول الناس وبيطلعوا آخر الناس من الممر المشاة، ولازم تطيعيهم. إذا قالوا لك وقفي بدك توقفي، هدول بدك تطيعيهم. عندما يكون الأطفال أو حرس عبور المدرسة موجودين في ممر المشاة، يجب أن تنتظر وتتوقف عند خط التوقف وليس في الممر. مثل ما حكينا بدك توقفي عند خط التوقف بشكل أنه السيارة ما تتجاوز. نيجي لمركبات الطوارئ، كمان هذا القانون كتير مهم وممكن يعني ما بتسامحوا فيه. هذا القانون مثل لو مثل السي... مثل المدرسة ما بيتسامحوا، يعني إذا شافك بوليس أو حدا لا يمكن يتسامحوا بهيك موضوع. يجب على سائقي السيارات وراكبي الدراجات والمشاة، كل مين بالطريق، أن يتخلوا عن حقهم في الطريق. مثل ما حكينا القانون هو التخلي عن حق في الطريق إلى مركبات إنفاذ القانون، يعني مركبات الشرطة، مركبات الإطفاء، مركبات الطوارئ. إذا لما بتستخدم الصفارات وإنه هي مهمة العمل ما، دائما لازم تتخلي عن حقك في الطريق إلهم. اللي بتعمليه لازم دائما دغري بتوقفي سيارتك على طرف الطريق، طبعا مو بقلب التقاطع حتما لا، ودغري بتوقفي على طرف الطريق بشكل انه سيارة الطوارئ بتمر. وهي دائما دائما الا ما تصير معكم وانتم عم تسوقوا. هلا القانون تبع موف اوفر لو، القانون تبع انه تنتقلي بعيدا، هي عاملينها لحماية الناس اللي عم تشتغل على الطريق. عندي سيارة إسعاف واقفة عم تسعف شخص، عندي شرطي واقف، عندي سيارة واقفة مشان تجر سيارة تانية، في عمال تبع صرف صحي، في عمال مرافق، هدول إلهم حماية خاصة إلهم، اللي هو موف أوفر لو، كمان ما بتساهلوا فيه أبدا. إذا طريق متعدد المسارات، هي الصورة عندك، هدول تبع المرافق العامة اللي عم يجر سيارة، إذا لقيتيهم عم يشتغلوا هذا ما بيتساهلوا فيه. دائما السيارة لازم تنتقل وتبعد، عشان هيك عم يقولوا move over، بتبعدي. هلا أحيانا ما فيك تبعدي، يكون هذا الطريق هذا هيك اتجاه وفي سيارات بالاتجاه الثاني، ما فيك تفوتي لهون. المطلوب منك تخفضي سرعتك، حكينا فيها من قبل، 20 ميل عن السرعة بهذا الطريق. إذا السرعة بهذا الطريق 45 ميل بالساعة، قيمي منهم 20، يعني صارت لازم تكون سرعتك صارت 25 ميل بالساعة. هلا إذا هذا الطريق سرعته لنفرض 20 ميل بالساعة، لازم تكون سرعتك 5 ميل بالساعة. السيارات اللي هون لازم يسمحوا لك تفوتي، لأنه حتما لأنه أنت صار لازم تبتعدي وتنتقلي للطرف الثاني. فإذا في سيارات بهذا الاتجاه بنفس اتجاهك، لازم يعطوكي مجال أنك أنت تبتعدي وتفوتي. أوكي، معناتها أولا ببتعد، بروح على الحارة اللي الثانية إذا في مجال، إذا ما في مجال بخفض سرعتي 20 ميل أقل من السرعة المطلوبة المحدودة. إذا السرعة كانت 20 ميل، معناتها بتصير سرعتي 5 ميل بالساعة، والسيارات اللي هون لازم يسمحوا لك تفوتي. هذا القانون مهم كمان، نفس الشيء ما بتساهلوا بهذا القانون. الجنازة، هذا قانون عالمي بكل دول العالم، موكب الجنازة ما بيوقف، بضل مستمر. تشالي الأضوية الفلاش لايتس، تشاليها وبيمشي موكب الجنازة قفى بعضه،
وما بيوقف على الإشارات الضوئية، هذا بتهيألي بكل الدنيا. النقل العام يعني الباصات، إذا الباص واقف وبده يفوت على الطريق بدك تعطيه، بدك تسمحي له يفوت، تخلي عن الطريق. المركبات التجارية هذا كمان كتير مهم، اللي هو النو زون، وحكينا فيها البقعة العمياء. البقعة العمياء للشاحنات هي كتير مهمة كمان. إذا بتلاحظوا بقع النو زون، نو زون هلا صارت أكثر من بقعة عمياء، نو زون يعني هاي القرنة ما تقربي عليها، ما تفوتي لها. فعلا خطرة، لأنه الشاحنة لما تضرب سيارة أو سيارة تتصادم مع سيارة عادية، الشاحنة ما بيصير لها شيء، السيارة بتتطحمش، وممكن يكون الحادث كتير فظيع لما يكون مع شاحنة بحكم اختلاف الوزن واختلاف الحجم. وإذا محملة أشياء خطرة الشاحنة ممكن إنه يعني كتير مهم قصة الشاحنات. في عندي النو زون اللي هي المنطقة المحجوبة الرؤية اللي السائق لا يمكن يشوفها، عنده مرايا وعنده مرايا كتير بس لا يمكن يشوفها، اللي هي مثل السيارات بس إذا لاحظتوا المساحة صارت كتير كبيرة، وعنده منطقة اللي قفاه مباشرة والمنطقة اللي قدامه مباشرة. هاي المنطقة محجوبة الرؤية، ما بشوفك. فإذا أنت حاولي دائما مثل ما حكينا بالسيارات ما تفوتي بالمناطق العمياء. هلا الشاحنات بالإضافة للطرفين عندهم بالقفا، يعني ما تسوقي كتير قفا للشاحنة لأنه ما بيشوفك وأنت ما بتشوفي بقى شو عم يصير، ممكن تفوتي بقلبه، بقلب الشاحنة من قفا. والفوتي هون بقلب الشاحنة من قفا كتير خطرة، لأنه الشاحنة مرتفعة والسيارة أوطى، فممكن يكون التصادم مميت بهالحالة هاي. ونفس الشيء هون في المنطقة اللي قدامه مباشرة، يعني إذا عم تدوبلي أنت هون السيارة الشاحنة ما فيك تفوتي لهون لهالمنطقة، هاي المنطقة ما بشوفك فيها. أوكي، هاي اسمها إنه زون تبع الشاحنات، اللي هي المناطق المحجوبة اللي ما بيقدر يشوفها السائق تبع الشاحنة، اللي هي البقعة العمياء. بقعة عمياء كبيرة بالمقدمة الأمامية والخلف وعلى كلا الجانبين من السيارة. مثل ما حكينا وشرحنا إنه ما إذا كانت الشاحنة إذا وقفت الشاحنة على مرتفع مثل ما حكينا ممكن تكر السيارة، فما توقفي كمان قفاها. شو كمان عم يقولوا؟ إنه ما تستخدمي المصابيح الأمامية العالية عندما تقود وراء شاحنة في الليل، الأضواء الساطعة ممكن تعمي السائق تبع الشاحنة. الشاحنة القادمة من الاتجاه المعاكس، ماشي أنت على طريق ضيق وحاولي دائما تبعدي، ابقي على اليمين. هلا وقت بدها تنعطف الشاحنة، أنا جبتها هاي الصورة، وقت بدها تنعطف الشاحنة على اليمين، الشاحنة ما فيها، مو مثل السيارة بتنعطف على اليمين بسهولة، بياخد اليسار بروح شوي لليسار وبعدين بلف على اليمين، مثل بكبر الكوع، اجباري بده يكبر الكوع لذي يقدر يخلص، هيك نحن بنحكي يعني بده يكبر كوعه ليقدر يخلص الطريق ويخلص السيارة. ففي كتير ناس بتروح بتحاول تزمط هون، بيلاقوه الشاحنة أخذ موقع اليسار بده يلف على اليمين، بيقوموا هن بفوتوا بهالطريق هاد، بده يروحوا بشكل مباشر. حتما هون عم يورجوكم انه بصير تصادم، وعلى فكرة يعني صايرة كتير، شاحنة مع سيارة، الشاحنة بدها تلف كبر الكوع، بيقوم هو السائق اللي هون بفكر انه الحارة له، بفوت دغري مباشرة. دائما لما يكون عندك
شاحنه وبدها تلف، بعدي عنها، بدها تفوت فيكي. والشاحنه ما بصير لها شيء على فكره، اللي بده يصير له شيء هو السائق السياره. على كل الاحوال لا تقود بين السياره التجاريه وحافه الطريق، انهم لن يتمكنوا من رؤيتك، حتى هو ما بشوفك انه انت في سياره هون. لا تعبر ابدا وراء شاحنه، في شاحنه بدها ترجع لقفا، ابدا ما تعبري قفاها لانه حتما ما له شايفك. كيف بيتم التجاوز؟ وقت بدك تتجاوزي شاحنه بتنتقلي للحاره، مثل ما حكينا مثل اي تجاوز بتنتقلي للحاره. وبعد ما بتنتقلي للحاره اذا كان الطريق امن بتعطي اشاره وبترجعي للحاره تبعك. لازم سمها يعني لازم يكون في طريقة بينك وبين الشاحنة يشوفك، تتأكدي إن هو شافك. أحيانا بتشغلي له المصابيح الأمام، بتروحي بتشعلي الضوء بتشعلي وبتطفي. أحيانا كتير منشوف السائقين الشاحنات تلاقي بيشعلوا لك الضوء، بيعطوكي مثل الفلاش لللايت، انه والله انه هو شايفك، يلا فوتي، فيكي تفوتي هلا، اعطاكي وقت. كثير احيانا بتلاقي سائقين الشاحنات بيعملوها. تجنب ان تعود الحاره الاولى مباشره عندما تتجاوز شاحنه. الشاحنات الكبيره لا يمكن ان تتوقف بسرعه كما هي الحال للمركبات الاخرى. تاكد من رؤيه الكابينت في مراه الرؤيه الخلفيه. تجنب تجاوز شاحنة على منحدر، هذا كتير مهم لأنه وزن الشاحنة إذا بنزلة وزن الشاحنة بيعطيها دفع لقدام، ممكن تكر الشاحنة، فأبدا ما تتجاوزي شاحنة على منحدر. إذا الشاحنة تجاوزتك ابقي على الجانب الأيمن من حارتك، لا تسرق أثناء مرور الشاحنة. عربات الجولف والعربات منخفضة السرعة low speed vehicles هن عربات صغيرة، أكيد شايفينهم صرتوا عربات صغيرة، ممكن لشخص تحت سن 14، عفوا من سن 14 وطالع ممكن إنه يسوقها. هاي العربات عادة بالنهار، ما بصير تنساق بالليل، بتنساق على طرقات فرعية اللي هي طرقات سكنية أو شيء اللي سرعتها 30 ميل بالساعة. ممكن عربة الجولف تطلع عرصيف وتمشي عرصيف، بس إذا كان رصيف عرضه لا يقل عن 5 أقدام. ممكن انك انت تسوقي بالليل، بس لها قوانين، وهي القوانين موجوده. هي المعدات لازم للجولف، لازم كلها فرامل، مرايا الرؤيه الخلفيه، العجلات، عاكسات، اطارات امنه، دواليب. اذا بالليل مسمح لك، بعض الاحيان بيكونوا سامحين انه تسوقوا بالليل، بيكونوا عاطين سماح، انه حاطين اشاره انه ممكن انه يسمحوا انه هي تنساق بالليل. لتنساق بالليل لازم كلها مصابيح اماميه، لازم يكون لها اضواء فرامل، لازم كلها اشارات. اذا بدك تنعط في يمين يسار لازم كلها اشارات انعطاف، ولازم كلها زجاج الامامي. هلا السيارات المنخفضه السرعه اللي هي ال اس في لو سبيد فيهيكلز اجمالا هي سرعتها بين 21 وال 25 ميل بالساعة. هدول نفس الشيء، نفس القوانين تبع الجول، مو ما فيهم يطلعوا رصيف طبعا. هاي يمكن تحويل عربات الجولف إلى مركبات منخفضة السرعة والعكس بالعكس. يجب أن يكون لديك رخصة قيادة صالحة لتشغيل الـ SV اللي هي Low Speed Vehicles. المركبات منخفضة السرعة
بالشوارع اللي أعلى سرعة فيها 35، شوارع سكنية، شوارع تجارية، لازم كلها مصابيح أمامية، مصابيح توقف، إشارات، مصابيح الخلف، عاكسات، فرامل الوقوف، مراية الرؤية الخلفية. ونفس الشيء مثل السيارة، لازم تكون مسجلة ومؤمن عليها بالبي دي ال والبي اي بي، حناخده ان شاء الله بفصل تاني. طولت عليكم بس كان لازم نخلص هذا الفصل. يلا، يعطيكم الف عافية، سلامات.